عسلامة. عسلامة. قد من نروح. عزيزي البرهومي موظف في القطاع العمومي. مرحبا بك مسيو. موضوعنا يقال انه سبب الغلاء الفاحش الاسعار سببه الدوله والمتمثل اساسا الترفيع في اسعار المحروقات بصفه دوريه. وليش باش نقول لك مدام في ظل اقتصاد متدهور ووضع اجتماعي معناها سيء ووضع سياسي أسوأ بكثير مما كنا ننتظره معناها وفي وضع معناها متردي قاعد يتردد كل يوم مش نعيشوا معناها نوعيه المشاكل هذه الاقتصاديه والاجتماعيه قاعدين نعانوا في وضع اقتصادي اجتماعي موجود في البلاد قاعدين وضعوا نعانوا وقاعدين نكابدوا نحن كمواطنين عاديين معناها عايشين كمتقاعدين ولا كموظفين ولا كموجودين في الساحه للاسف اللي قاعدين نعيشوا فيها هذه قاعد كل يوم يتردد وقاعد كل يوم يغرق بالبلاد هذه في ظل معناها حكومه وفي ظل الدوله معناها ما فيش علمهاش بالموضوع وما هيش موجودة في الساحة في ظل منها تجاهل لكل ما هو يعانيه المواطن التونسي اللي موجودين على الساحة واللي موجودين في السياسة واللي موجودين وفاعلين السياسيين يثبتوا كان في أرواحهم في الكراسي من أجل باش يعيشوا باش يواصلوا معناها تمتعهم بخيرات البلاد ونعم الكرسي. للأسف نقول بكل صراحة للأسف الكبير أن التونسي قاعد يعاني قاعد يعيش في ظروف صعبة جدا 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 وقاعدين الناس هذه مش موجودة مش للأسف ماهوش موجودين قاعدين يخزوا معناها المواطن التونسي. احنا وقت نشوفوا معناها الغلو نتاع الاقتصاد المشاعر هذا اللي نشوفوا فيه تو في السوق والغلو نتاع معناها الاسعار وفقدان المواد الغذائيه باي بلاد نحن سوف نكون نحن موجودين معناها باي منطقه نحن باش نكونوا نحكيوا باي اسلوب باش نكون نحن نتكلموا باسلوب معناها انساني اللي انت قاعد انت جيت كرئيس دوله ولا جيت كحكومه انت جيت من اجل سعاده المواطن راهو مش جيت من اجل تعاس المواطن ولا من اجل معناها اذلال المواطن. لا انا نقول للمسؤولين السياسيين المقتصديين الموجودين في البلاد اللي هنا نقول لهم ثبتوا رواحكم وقولوا وحطوا ساقيكم على الارض راكم ماشيين في ثنيه غالطه ماشيين في ثنية راهو مش همنا الانتخابات ولا همنا مجلس النواب ولا همنا معناها اقتصاد ولا همنا احنا وضع اجتماعي متردي. صلح الوضعية الاجتماعية نتاع المواطن العادي اخرج بالمواطن حاول باش تكون قريب المواطن لازم المواطن حاكك المواطن شوف مشاكل المواطن وتكون انجع ليك وتكون اثبت ليك وما تقولوش من بعد راكم غلطتونا وراكم لان الشعب التونسي قاعد يراكم في مشاكل الشعب التونسي قاعد يعيش في مدلة اقتصادية الشعب التونسي قاعد يعيش في حتى في مدلة سياسية معناها كل شيء ما حاولش يكون مسؤول موجود لحد الان رغم النخب اللي عندنا رغم النخب اللي موجوده في البلاد واللي هما ناووا بانفسهم عن هذا الوضع المتردي علاش لانهم يحترموا انفسهم الناس الفاعلين اللي يكونوا فاعلين بالحق كل شيء مانيش قاعدين نشوف فيهم قاعدين نشوفوا فيه هوات وهو مجلس النواب وهي الانتخابات وهي الموجود التو كل شيء هذا كله ما يقنعنيش وهذا كله ما يغيرش من المشهد السياسي ورانا ماشيين لثنيه اكثر سوء وعلاه اكثر معناها غير مصداقيه لانه الموجودين على الساحه السياسيه غير مقنوعين وما يقنعوش واللي مش يجيو مجلس النواب ما همش كذلك باش يكونوا قانعين للمواطن نقول لهم احنا غيروا المشهد السياسي حاولوا باش يكونوا لاصقين من مشاكل المواطن واهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه ما تقولوش من بعد راكم رانا غلطنا ولا غلطتونا هاو من تو نقول لكم فيقوا على رواحكم هاو ثم عم نصلحوا الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد. والله شوف احنا عندنا من النخب معناها من الفاعل في الاقتصاد البلاد التونسي عندهم ما يقولوا في الاداره التونسيه هم وجود كفاءات معناها وينهم جماعه الاداره التونسيه اللي قاعد يمشوا في البلاد اللي كانوا معناها فاعلين في عهد بورقيبه وفي عهد بن علي اللي كانوا معناها الناس راضيه بهم وقاعدين يمشوا في البلاد وين كانوا هذوم فين وين مشاو هذوم انت علاش ما تستنيش براهم علاش ما تعيط لهمش هالمكابره هذه المكابره هذه وهالتكبر هذه وهالعلو هذا راهي صفه من صفات الشيطان هذه معناها ربي قال واجد البشر قال لا ما نزلش ليه معناها هو متكبر على البشر هالتكبر هذا راهو هو مش يهزك للثنيه اخرى. هل ترى انه المسؤولين توا في البلاد ما همش اصحاب كفاءه؟ بطبيعه الحال لو كان كل اصحاب كفاءه لو اوجدوا النعم واوجدوا الخيرات لاوجدوا كل شيء لكن هم مش اصحاب كفاءه هم هو معناها للاسف طويل لكم ما همش متعين بقول لك هم انا خدمت الاداره التونسيه عندي 40 سنه نعرف كيفاش تمشي الاداره وكيفاش تكون الناس ما همش للاسف نقول لكم ما همش متعين ما همش ينجموا يديروا الشان العام راهو اداره الشان العام مش هوايه راهي راهي مش هواية راهي مسؤولية راهي مسؤولية كبيرة برشا برشا وإدارة الشأن العام من أهم ومن أوكد الحاجات اللي مش تعرف كيفاش تدور إذا ما تحسنش إدارة الشأن العام أنت ماكش سياسي لن تكون سياسيا كن شيء آخر كن طيار كن مع طبيب كن أي حاجة وأنا بنفسك على هذا أما إنسان ما يحسنش إدارة الشأن العام أراه يكون فاشل بيتم معنى الكلمة وإحنا هالفشل هنا نعيشوا فيه حليب ما ثماش سكر ما ثماش زيت ما ثماش هنا ندور في وجوه بعضنا البارح الطيح أكثر من واقف في منطقة حي الخضر على بكوة حليب الطيح أكثر من واقف في حي الخضر في العاصمة اللي هنا ما نمشيناش داخل الجمهورية ما داخل الجمهورية ما نعرفش عليه أما اللي هنا في العاصمة معناها قاعدين نعانوا وقاعدين نكابدوا وغلو معيشة معناها مخيب لكل الأمال وأصبح معناها التونسي يتمنى في جناحه نتاع الدجاجة أصبحنا نحن نعيشوا على الإغاثات ولينا منكوبين في بلادنا اللي هنا ويقولوا إغاثة أنا نعرف الإغاثة
خاطر الشيء كان في حالة الكوارث، معناها ان كان زلزال ولا كانت حرائق ولا كانت امطار ولا كانت ثلوج، هذه الاغاثه احنا اصبحنا ناخذ في الاغاثه واحنا الشمس زارقه فوق روسنا، معناها نكابدوا ونكابدوا في مشاكل يعلم بها كان ربي. نحن نقول للمسؤولين حاولوا باش ترجعوا نفسكم، حاولوا باش تحطوا ساقيكم على القاعه، اراه ما تغركمش المظاهر هذه وما يغركمش الموجود تو في الساحه، اراكم ستحاسبون ستحاسبون. قداش نسبه ثقه التوانسه اليوم في الاحزاب السياسيه؟ شوف انا نقول لك حاجه، هذه وسط شوف الاحزاب السياسيه ما ثماش شان سياسي واقتصادي راهو نقولها لك بكل صراحه، وديمقراطي يكون من غير احزاب راهو، هذه راهي شعبويين قاعدين نحكيوا فيها، هذه افكار قديمه، هذه الحزب والاحزاب زي ما تكون موجوده في الساحه، مش ممكن انا مانيش حزبي ومانيش متحزب لاي حزب كان، اما الاحزاب زي ما تكون موجوده، ولا مش نرجعوا معناها لغه القذافي ولغه مانيش عارف اللي يقوم الصباح يحكم، لا مش هذه المنطقه، ثم احزاب زي ما تكون موجوده في الساحه وتكون فاعله وتكون عندها دور وعندها قواعد نتاعها يدافعوا عليها ويكونوا موجودين معاه، ومش ينجموا يحكموا ومش ينجموا يعيشوا، اما اذا ما ثماش النوعيه هذه معناها من الاحزاب من نوعيه من التوازن هذه ما بين السلط، راهو مش يختل ما ثماش انسان نقول لك من الاخر انا كل شيء في الكل، انت كي تبدا في دارك في دارك لازمك تستجير زوجتك على المرحله في تطيب الفطور، تقول لها ايش باش نطيب واش باش نعمل، انا ناخذ هذيك تاخذ تشاور، ربي عز وجل محمد عليه الصلاه والسلام قال وامركم شورى ما بيناتكم، معناها الشورى هذه زي ما تكون هذه صمام الاذان وغلق الأنوف وتكميم الأفواه خطأ سيكون قاتل لكم. أنا الحلول نقول للسيد رئيس الجمهورية بالذات الحاكم بأمره أن نعايت للقواعد الموجودة في البلاد ولنخب البلاد ويجلسهم ويسمح ويحل ودنيه ويسمع الناس، هذه أول حاجة باش تصلح بها، مستحيل باش نجم تحكم واحد وماش تقعد تعيش تعيش ديما كل شيء، وهذه أنا ربكم الأعلى موجود عند فرعون وفرعون قالوا ما تعرفش فهمت بلا فهمت اذا معناها احنا نقولوا للناس هذوما الموجودين هو عمره من عمره يا سيد رئيس الجمهوريه نقولوا نفس المدرسه اللي قريت فيها انت قريت فيها انا كل شيء ويمكن انت توظفت في حاجه اخرى انا توظفت في حاجه اخرى بقى اختلفنا في الوظيفه ولكن ما اختلفناش في المنهج الدراسي اللي تلقيناها معناها من الصغر نقولوا له قولوا له عايت للناس قعد الناس بحذاك اسمع الاحزاب احسب الناس اسمع الناس الفاعله في الاقتصاد اسمع مجلس يا ودي تختلف معهم تتقارب معهم اسمعهم حاول باش تاخذ الغث من السمين وتقرب نفسك لانك باش تلقى نفسك راك بعد اما اذا سمعت راك سمعت اما اذا ما سمعتش راك سوف تكون عندك نتائج وخيمه في البلاد وهم قاعدين يعيشوا في هذه النتائج هذه الوخيمه. خلي لك كلمه الختام. نشكرك انت بالذات على الكلمه هذه، نشكر المزدح نتاعك، نشكر قناتكم غير ما نعرفها انا كل شيء، نلقاكم بالصدفه لهنا، وكلمه الختام انا كل من حاجه نتمناها، كل من حاجه نتمناها انا للشعب التونسي هذايا، ارى فيها اقتصاد، اجتماع، نحب وضعيه بلادي، نحب اولادي ما عادش نشوفهم في البحر قاعدين يموتوا، ونحب بلادي معناها عندها سياده وعندها مكان، وقت يتحقق القران الكريم لازم نكون عندها موقف صريح وواضح، ولازم نندوا بالعمليه هذه لان نحن مسلمين قبل ما نقولوا اي حاجه اخرى، لازم نحن ندافع على هويتنا الدينيه، لازم ندافع على هويتنا العربيه، ثم اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه أهم حاجة نسمعوا بعضنا نسمعوا بعضنا نسمعوا بعضنا ما سمعناش بعضنا أرانا ما نحلوش مشاكلنا ورانا مش نعيشوا ديما في زبالة الأفكار اللي ما تقدمناش قدام ونعيشوا كل واحد يغني على صلاح عينه كما يقولوا كل شيء وفي الآخر في الآخر في الآخر معناها نقول واحنا احنا فاشلين احنا رانا عنا من النخب الفاعلة في البلاد عنا من الرجال الفاعلة في البلاد أعطوهم فرصة عيطوا للناس هذوما ما تخوفوهمش ما تهدوهمش بالقوانين قول لهم أنتم فيكم وحل اللعب نحي الرخص أعطي فرصة للناس خليه تخدم حل اللعب نحي الرخص راهي الرخص هذه هي مصدر الفساد الكبير في البلاد راهم قاعدين يستغلوا فيها برشا ناس وقاعدين كل يفتوا بها وكل مره في حاجه وشكرا لله عايشك